عارف ان اتحاد الكره ما بيسجلش عقد اللاعب حتى لو هو بس. طيب معانا الاستاذ هاني الحاوي، وكان يعمل مع تامر النحاس كمساعد في الوكاله. ازيك يا كابتن هاني؟ الو، ازي حضرتك يا كابتن؟ مساء الخير يا كابتن هاني، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كابتن خالد ازي حضرتك؟ الحمد لله. حابب تقول حاجه؟ انا سمعت يعني انت حابب. اول حاجه بسلم على كابتن. بيسلم عليك يا كابتن. شكرا يا هاني، شكرا يا حبيب قلبي. هاني بقى بيسلم على هاني. ماشي يلا. يا كابتن هاني ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيب قلبي. اتفضل يا كابتن هاني، تحب تقول ايه؟ لا يا كابتن والله انا عارف ان وليد اصلا كان مع الكابتن تامر. من اول ما حضرت كوره يعني اشتغلت مع كابتن تامر. طبعا كابتن تامر راجل ليه فضل عليا انا عارف في موضوع الشغل ده. وعقد وليد انا عارف ان هو خلص من بدري، يعني من قبل ما كمان من قبل فعلا ما يروح انبي. يعني انت كنت بتعمل مع تامر النحاس كمساعد في الوكاله، وانت تعلم جيدا انتهاء عقد وليد سليمان مع تامر. طبعا يا كابتن انا عارف وليد عقده امتى خلص وامتى مضى وعقده وكل حاجه. طبعا اكيد يعني. يا طب ده كلام يعني يرضي الله يعني؟ مش يعني بما يرضي الله، يعني انت شهاده حق دي؟ شهاده حق طبعا. طب ليه الكابتن تامر النحاس بيطالب بحقه؟ ليه تامر النحاس بيطالب بحقه دلوقتي؟ ما هو كابتن لو كابتن تامر ليه فلوس كان طالب وليد بفلوسه هو في انبي. هو لو عقده شغال بالظبط كان طالب وليد بفلوسه هو في انبي. بس شكرا. شكرا هاني. شكرا هاني.